صباح الخير متابعينا في المملكة العربية السعودية. نهار يوم الثلاثاء بإذن الله بتستقر الأجواء في عموم المناطق ودرجات الحرارة إن شاء الله رح تكون أعلى من معدلاتها السنوية، ولكن رح تكون حارة على سواحل البحر الأحمر بإذن الله. أما كيف رح تكون درجات الحرارة المتوقعة نهار اليوم الثلاثاء على العاصمة الرياض 25 مع أجواء صافية بإذن الله، والملموسة 24 ونسبة الرطوبة 43% وسرعة الرياح 10 كيلومتر في الساعة لتكون شرقية خفيفة السرعة. أما كيف رح تكون درجات الحرارة في باقي مناطق المملكة ابتداء شمالا وسكاكا نهارا بتسجل 30 ليلا 16، عرعر 27 نهارا 15 ليلا، تبوك 30 نهارا 15 ليلا مع أجواء بإذن الله غائمة جزئية. أما مناطق الغربية والمدينة المنورة نهارا بتسجل 35 أجواء حارة و23 ليلا مع غيوم متفرقة، جدة 33 نهارا 22 ليلا، مكة المكرمة 35 نهارا 24 ليلا، والطائف 27 نهارا و15 درجة ليلا مع غيوم متفرقة بإذن الله. أما المناطق الجنوبية الغربية الباحة 24 نهارا 14 ليلا، أبها 25 نهارا 11 ليلا، وجازان 31 نهارا 26 ليلا، وأجواء إن شاء الله غائمة جزئية. أما الآن مع المناطق الشرقية ابتداء مع الدمام 26 نهارا 15 ليلا غيوم متفرقة، حفر الباطن 27 نهارا 15 ليلا وأجواء غائمة جزئية، والإحساء أيضا غيوم متفرقة 28 نهارا و14 درجة تنزل ليلا بإذن الله. أخيرا مع المناطق الوسطى والعاصمة الرياض 25 نهارا 13 ليلا، وبريدة 26 نهارا 12 ليلا أجواء غائمة جزئية، وحائل كذلك الحال 26 نهارا وتنزل بالليل 16 درجة مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. متابعينا بدي أذكركم ما تعملوا اشتراك على قناتنا على اليوتيوب، وما تنسوا تفعلوا زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد من طقس العرب. إلى هنا إلى اللقاء.